السلام عليكم طلاب، اليوم راح نكمل محاضرتنا في الديناميك الحرارية، وراح ناخذ الشغل الأكبر لعملية ايزوثيرمية تمددية للغاز، العمليات العكسية. فلو فرضنا وجود غاز معين داخل اسطوانة مزودة بمكبس عديم الاحتكاك وموضوعة في حوض درجة حرارته ثابتة ولتكن تي، فإن انخفض الضغط بكمية صغيرة وتكون تغير في الضغط، فإن الغاز يتمدد بكمية صغيرة وليكن دي في، وعند هذا التمدد فإن ضغط الغاز في الأسطوانة يقل حتى يتساوى مع الضغط الخارجي لتعود حالة التوازن إلى ما كانت عليه قبل انخفاض الضغط الخارجي، وعندئذ سوف يتوقف المكبس عن الصعود. وإذا انخفض الضغط مرة ثانية فإن حجم الغاز سوف يزداد بمقدار دي في مرة ثانية أخرى، وهكذا فإن الشغل المبذول في عملية تمدد الغاز صغيرة يكون مساويا إلى الضغط في تغير الحجم. هذه معادلة رقم واحد. ويكون الشغل الكلي المبذول لتمدد الغاز من حجمه الابتدائي في 1 إلى حجمه النهائي في 2 مساويا لمجموع مقادير الشغل الناتج من العمليات التمددية الصغيرة. ولحساب هذا الشغل الأكبر ماكسيموم مور، فإنه V max يساوي لنا V reversible، ويساوي لنا التكامل من V1 إلى V2 الضغط في تغير الحجم. هاي معادلة 2. ولو فرضنا أن الغاز يسلك سلوك مثالي، ونحن نعلم أن معدل الغاز المثالي هي الضغط في الحجم يساوي لنا nRT، إذن الضغط يساوي nRT على V، وهذه معادلة 3. فبالتعويض معادلة 3 في معادلة 2 سوف نحصل على أنه الشغل ماكسيمم يساوي لنا الشغل ريفيرسبل، ويساوي لنا التكامل من V1 إلى V2 في nRT dV على V. ولأن عدد مولات الغاز ثابت في العملية وكذلك درجة الحرارة ثابتة وR ثابت الغاز الثابت، فيمكن إخراج الثوابت خارج معادلة التكامل. إذن راح نحصل على الشغل العكسي يساوي لنا nRT تكامل من V1 إلى V2 في dV على V. إذن تكامل المعادلة نحصل على W maximum يساوي لنا W reversible، ويساوي لنا nRT لن V2 على V1. إذن الشغل المنجز في العمليات الايزوثيرمية والعكسية التمددية للغاز، إذا حولنا اللين إلى لوغاريتم فرح نضرب المعادلة في 2 عدد صحيح و 303 nRT. إذن W max يساوي W reversible، ويساوي 2 عدد صحيح و 303 لألف nRT لوغاريتم V2 على V1. إذن العملية التمددية تعني الشغل النهائي أكبر من البدائي، معنات قيمة الشغل سوف تكون موجبة. وللعملية الانكماشية فإن قيمة W الشغل سوف تكون سالبة. أرجو ملاحظة أن هذه المعادلة سواء معادلة 4 اللي نستخدم بها اللين لحساب الشغل العكسي والشغل ماكسيمم، وكذلك في المعادلة التي تكون في اللوغاريتم، يجب ملاحظة إنها تمثل الشغل المنجز في العمليات الأيزوثيرمية والعكسية. يعني إذا طلبت منك إنه ما هو القانون الذي يستخدم للشغل المنجز في العمليات الأيزوثيرمية والعكسية التمددية للغازات، فإذا الجواب راح يكون أما W maximum يساوي لنا W reversible، ويساوي لنا nRT لن V2 على V1، أو W maximum يساوي لنا W reversible ويساوي لنا 2 عدد صحيح و 303 بالألف nRT لوغاريتم V2 على V1. ونعرف من قانون بويل أنه هو V1 على V V2 على V1 يساوي لنا الضغط الأولي على الضغط الثاني. من هذه العلاقة ممكن التعويض في المعادلة رقم 4 أو في المعادلة لحساب الشغل الماكسيموم أو الريفيرسبل باللوغاريتم، حيث يساوي W ماكسيموم يساوي لنا W ريفيرسبل، ويساوي لنا 2 على صحيح 303 nRT لوغاريتم، نلاحظ الضغط الأولي على الضغط
الثاني كما هو واضح من قانون بويل. نأخذ طلاب المحتوى الحراري أو ما يسمى بالإنثالبي. في حالة كون الشغل المنجز هو حاصل ضرب الضغط في تغير الحجم وأن الضغط الثابت، فإن القانون الأول للثيرموداينامك يكون بالشكل التالي: الشغل يساوي لنا الضغط في تغير الحجم، وأن دلتا إي يساوي لنا كيو ناقص دبليو. إذن معادلة واحد دلتا إي تساوي لنا كيو ناقصا، راح نعوض عن قيمة الشغل كما موضح بالمعادلة في بالضغط في تغير الحجم. إذن إي تو ناقص إي ون يساوي لنا كيو ناقص الضغط في حجم الثاني ناقص الحجم الأولي. هنا عوضنا عن دلتا بي بي 2 ناقص بي 1 وعوضنا عن دلتا اي بي 2 ناقص اي 1. إذن كيو تساوي اي 2 زائدا الضغط في حجم الثاني ناقصا اي 1 زائدا الضغط في الحجم الابتدائي. وهذه معادلة 2 بعد ترتيب المعادلة. ونحن نعلم أن كيو تساوي لنا اتش 2 ناقص اتش 1، أي أنه E2 زائدا الضغط في الحجم الثاني هي عبارة عن H2، وأن E1 زائدا الضغط في الحجم الابتدائي هي عبارة عن H1، أي بمعنى آخر أن E زائدا الضغط في الحجم تمثل المحتوى الحراري أو الانثالبي الذي يرمز له بالرمز H، وهو كالطاقة الداخلية لا تعتمد إلا على حالة النظام، أي أنه H يساوي لنا الضغط في الحجم زائدا E، أي أنه دلتا H يساوي لنا الضغط في تغير الحجم زائدا دلتا E. وبما أنه الحرارة الممتصة تحت ضغط ثابت تساوي من المعادلة الواحد إذا المعادلة اثنين، فإن كمية الحرارة الممتصة Q تساوي H2 ناقص H1 وتساوي دلتا H، هي معادلة رقم ثلاثة. العملية ايزوثيرمية، أي عند ثبوت الضغط، فإنه Q بثبوت الضغط راح يساوينا دلتا H، معادلة رقم أربعة. أما عند ثبوت الحجم، أي أن فرق الحجم هنا راح يساوينا صفر، فالمعادلة راح تصبح دلتا E يساوينا Q بثبوت الحجم ناقص الضغط في تغير الحجم، راح تصبح بدلتا E تساوينا Q بثبوت الحجم، وهذه معادلة رقم خمسة. الملاحظة المهمة أن الحرارة الممتصة في عملية تحت حجم ثابت Q بثبوت الحجم تكون مساوية للزيادة بالطاقة الداخلية لذلك النظام. وبما أن الحرارة الممتصة تحت ضغط ثابت تساوي Q بثبوت الضغط تساوي دلتا E زائد الضغط في تغير الحجم، وهذه معادلة رقم 6. وبتعويض المعادلة 5 في 6، فإنه كمية الحرارة بثبوت الضغط تساوي كمية الحرارة بثبوت الحجم زائدا الضغط في تغير الحجم، هاي معادلة رقم 7. فعندنا كمية الحرارة بثبوت الضغط راح تكون أكبر من كمية الحرارة بثبوت الحجم، أي أن الحرارة الممتصة تحت ضغط ثابت تزيد مقدار الشغل عن كمية الحرارة للعملية نفسها فيما لو حدثت تحت حجم ثابت. ويعود هذا الاختلاف إلى أن النظام تحت الحجم الثابت لا يقوم بإنجاز أي شغل ميكانيكي خارجي لعمليات التمدد أو الانكماش، بل أن الحرارة الممتصة اللي هي QV تكون مساوية للزيادة الحاصة في الطاقة الداخلية دلتا E للنظام فقط. وفي حالة إتمام العملية تحت ضغط ثابت فإن تغير الحجم سينجز شغلا مقدار الضغط في تغير الحجم فضلا عن تغير الطاقة الداخلية للنظام. ففي حالة إتمام العملية بدون تغير في حجم النظام فإنه الضغط في تغير الحجم يساوينا صفر، وهذا يؤدي إلى أنه كمية الحرارة بثبوت الحجم راح تساوينا كمية الحرارة بثبوت الضغط. نأخذ السعة الحرارية، حيث نستطيع تعريف السعة الحرارية للنظام بأنها الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة النظام درجة حرارية واحدة. وبما أن السعة الحرارية تتغير تبعا لتغير درجة الحرارة، لذلك يمكن تعريف السعة الحرارية بأنها حالة لتغير الحرارة الممتصة بالنسبة لتغير درجة الحرارة. إذن من هذا التعريف
نحصل على معادلة واحد إنه الساعة الحرارية تساوي دي كيو على دي تي. وعند ثبوت الحجم فإن دلتا إي تساوي كيو بثبوت الحجم، فمعادلة واحد ممكن أن تصبح بالشكل التالي: دي سي في يساوي دي كيو بثبوت الحجم على دي تي، وتساوي دي إي على دي تي بثبوت الحجم. هذه معادلة رقم 2. وبما أن الحرارة الممتصة تحت ضغط ثابت، هي كمية الحرارة بثبوت الضغط تساوي دلتا اتش كما أخذناها سابقا، فإن الساعة الحرارية بثبوت الضغط سوف تساوي دي كيو بثبوت الضغط على دي تي، وتساوي دلتا اتش على دلتا تي بثبوت الضغط. هذا معادلة رقم 3. وكما سبق فإن قيمة الساعة الحرارية تحت الضغط الثابت تكون أكبر من قيمة الساعة الحرارية تحت الحجم الثابت، أي أنه الساعة الحرارية بثبوت الضغط أكبر من الساعة الحرارية بثبوت الحجم. وتكامل معادلتين 2 و 3 الذي أخذناها سابقا سوف نحصل على أنه دلتا إي يساوي إن سي في دلتا تي، ودلتا إتش يساوي إن في الساعة الحرارية بثبوت الضغط في دلتا تي. ولإيجاد العلاقة بين الساعة الحرارية بثبوت الضغط والساعة الحرارية بثبوت الحجم لدينا المعادلة السابقة اللي هي رقم 7، حيث أن كمية الساعة كمية الحرارة بثبوت الضغط تساوي كمية الحرارة بثبوت الحجم زائدا الضغط في تغير الحجم. وإذا فرضنا أن الغاز يسلك سلوك الغاز المثالي، إذا معادلة الغاز المثالي هي الضغط في الحجم تساوي nRT، و أن الضغط في تغير الحجم يساوي nR تغير درجة الحرارة. إذن بتعويض هذه العلاقة في المعادلة رقم 7 سوف نحصل على كمية الحرارة بثبوت الضغط تساوي كمية الحرارة بثبوت الحجم زائدا nR دلتا T. وبقسمة المعادلة على دلتا T سوف نحصل على أنه كمية الحرارة بثبوت الضغط على دلتا T تساوي كمية الحرارة بثبوت الحجم على دلتا T زائدا nR دلتا T على دلتا T. ونحن نعلم بأن السعة الحرارية تساوي كمية الحرارة على دلتا T، فبالتعويض في المعادلة أعلى نحصل على معادلة رقم 8، وهي السعة الحرارية بثبوت الضغط تساوي السعة الحرارية بثبوت الحجم زائدا nR. ولو فرضنا أن عدد مولات الغاز هو 1، إذا معادلة 8 سوف تصبح السعة الحرارية بثبوت الضغط ناقص السعة الحرارية بثبوت الحجم تساوي R، معادلة 9. هذه المعادلة رقم 9 راح تمثل لي الفرق بين السعة الحرارية تحت ضغط ثابت والسعة الحرارية تحت حجم ثابت الذي يساوي ثابت الغاز R، هذا في حالة كون الغاز مثالي. وقد وجد بأن قيمة السعة الحرارية تحت حجم ثابت تساوي 3 على 2 R، والسعة الحرارية تحت ضغط ثابت تساوي 5 على 2 R، هاي القيم حفظ طلاب. وأن النسبة بين السعة الحرارية بثبوت الضغط والسعة الحرارية بثبوت الحجم تساوي 3 على 2 R على 5 على 2 R، وتساوي 1 عدد صحيح 67%، هذه القيم حفظ طلاب. وتقل هذه القيم كلما ازداد تعقيد المركب. ولحساب السعة الحرارية الممتصة عند رفع درجة الحرارة للغاز بين 300 إلى 1500 درجة مطلقة نستخدم القانون التالي: عندما يكون طبعا الضغط ثابت في السعة الحرارية بثبوت الضغط راح تساوي A زائد BT زائد CT تربيع، حيث A و B و C تعتبر ثوابت تعتمد على طبيعة الغاز. فلحساب الحرارة الممتصة لكل مول واحد من الغاز تحت ضغط ثابت عندما نرفع درجة الحرارة من T1 إلى T2، أي سوف يحصل هناك تغير في درجة الحرارة والتي يعبر عنها بالمحتوى الحراري دلتا H. لاحظوا طلاب القانون اللي راح نستخدمه عندما ترتفع درجة الحرارة من T1 إلى T2، فإن دلتا H يساوي لنا A اللي أي ثابت قلنا في T2 ناقص T1، أي درجة الحرارة الثانية أو النهائية ناقص درجة الحرارة الابتدائية زائدا B الثابت على 2 في T2 تربيع ناقص T1 تربيع زائدا C على 3 في T تربيع تكعيب ناقص T1 تكعيب.
تأخذ العمليات الأدياباتيكية اللي ميزتها هي ثابتة كمية الحرارة. إن العمليات التي لا تتضمن انتقال حرارة من النظام وإليه، أي العمليات المعزولة حرارياً عن المحيط، تدعى بالعمليات الأدياباتيكية. والفرق بين العمليات الأيزوثرمية والأدياباتيكية إن العمليات الأيزوثرمية ميزتها هي تكون ثابتة درجة الحرارة، والنظام يتبادل الحرارة مع محيطه للمحافظة على ثبوت درجة الحرارة. لكن العمليات الأدياباتيكية فإن النظام لا يتبادل الحرارة مع محيطه، لذلك فإن درجة حرارة النظام سوف تتغير. ففي حالة تمدد الغاز أدياباتيكيا فإن النظام ينتج شغلا خارجيا، وبما أن النظام معزول عن محيطه فإن الطاقة الضرورية لإنجاز الشغل تأتي من الطاقة الحركية للجزيئات، ولذلك سوف تقل هذه الطاقة. وبما أن الطاقة الحركية للجزيئات هي دالة لدرجة الحرارة كما أخذناها سابقا في المحاضرات، فإن درجة الحرارة سوف تقل. وبنفس الاستنتاج يتبين أنه في حالة انكماش الغاز أدياباتيكيا فإن درجة الحرارة للغاز سوف تزداد. نتعرف طلاب على القوانين المستخدمة في العمليات الأدياباتيكية. فيمكن تمثيل القانون الأول في الثيرموداينامك حسب العملية الأدياباتيكية بأنه Q تساوي صفر. ونلاحظ طلاب أنه أي عملية أدياباتيكية فإن كمية الحرارة تساوي صفر، ونحن نعلم بأن القانون الأول في الثيرموداينامك يساوي دلتا E يساوي Q ناقص W، أي أنه Q تساوي صفر معناته دلتا E راح تساوي ناقص W، أي أن الشغل المنجز على النظام في العملية الأدياباتيكية يكون مساوي للزيادة في الطاقة الداخلية. وفي حالة تغير الضغط والحجم لغاز مثالي أدياباتيكيا من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية، ممكن تمثيل العلاقة أو نسبة بين السعة الحرارية بثبوت الضغط والسعة الحرارية بثبوت الحجم بمعادلة رقم 2، أي أن الضغط النهائي على الضغط الابتدائي يساوي أن الحجم الأولي على الحجم النهائي مرفوع للنسبة بين السعة الحرارية بثبوت الضغط على السعة الحرارية بثبوت الحجم. وفي حالة ضرب طرفي المعادلة رقم 3 في V2 على V1 راح نحصل على معادلة رقم 4، اللي هي الضغط النهائي على الضغط الابتدائي في الحجم النهائي على الحجم الأولي يساوي أن الضغط الأولي على الحجم النهائي مرفوع للنسبة بين السعة الحرارية بثبوت الضغط على السعة الحرارية بثبوت الحجم ناقصا 1. إذن عندنا معادلة رقم 5 اللي هي الضغط الأولي في الحجم الأولي على درجة الحرارة الابتدائية تساوي أن الضغط النهائي في الحجم النهائي على درجة الحرارة النهائية تؤدي إلى الضغط النهائي في الحجم النهائي على الضغط الابتدائي في الحجم الابتدائي يساوي أن T2 على T1. هاي بعد ما رتبنا المعادلة حصلنا على معادلة رقم 5. بالتعويض معادلة رقم 5 بمعادلة رقم 4 راح نحصل على العلاقة التالية: T2 على T1 يساوي V1 على V2 مرفوع لنسبة بين السعة الحرارية بثبوت الضغط على السعة الحرارية بثبوت الحجم ناقصا 1، وهي معادلة حفظ مطالبين بها. وتمثل هذه العلاقة في معادلة رقم 6 تغير درجة الحرارة للغاز مع حجمه في العملية الأدياباتيكية. ومن معادلة رقم 3 راح نحصل على V1 على V2 يساوي لنا الضغط الثاني أو النهائي على الضغط الأولي مرفوع لـ1 على العلاقة بين السعة الحرارية بثبوت الضغط على السعة الحرارية بثبوت الحجم. وبالتعويض معادلة رقم 7 في المعادلة رقم 6 راح نحصل على T2 على T1 راح يساوي لنا الضغط النهائي على الضغط الابتدائي في أو مرفوع للأس اللي هو راح تكون النسبة بين السعة الحرارية بثبوت الضغط على السعة الحرارية بثبوت الحجم ناقصا 1 على العلاقة بين السعة الحرارية بثبوت الضغط على السعة الحرارية بثبوت الحجم. وتمثل هذه المعادلة العلاقة بين تغير درجة الحرارة للغاز مع الضغط في العمليات الأدياباتيكية. إلى هنا أعزائي الطلبة تنتهي محاضرتنا إلى اليوم. شكرا لإصغائكم.